وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، انتشرت قصة تقول إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية لا يجوز وأنه افتراء عليه، بل هو يكتب ويقرأ، فما رأي فضيلتكم بذلك؟ هذا كذب، هذا كذب وجهل. الرسول لا يقرأ ولا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول كان يحضر الكتاب إذا أراد أن يكتب، وإذا جاءه القرآن يحضر الكتاب الوحي يكتبون، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، وهو أمي، ومع هذا أنزل الله عليه هذا القرآن المعجز، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، لكن علمه الله، الله علمه وأنزل عليه القرآن، فهو أمي من ناحية أنه لا يقرأ ولا يكتب. أما من ناحية العلم قد علمه الله سبحانه وتعالى العلم الذي لم يعلمه غيره. نعم.